جديد في قناة شيف ليلى غاسترونومي. كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اذا في تتمة ديال تحضيرات حلويات العيد، فاليوم غنحضروا مع بعضياتنا لي ديامون اون فروي سيك، كيجيو من ألد واروع ما يكون. فخليكم معايا وتبعوا لاخر الفيديو باش تشوفوا مراحل التحضير ديال هاد لي ديامون. طريقه سهله جدا، ولكن فريمون كيحتاجوا واحد شويه ديال الدقه باش يجيونا على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا هانتوما، ومن ألد واروع ما يكون. فكنتمنى لو كنتو اول مره كتزوروا القناه ديالي وكتشاهدوا هاد الفيديو، خليوا لي لايك وكذلك بارطاجيو هاد الفيديو ما بين الاهل والاصدقاء ديالكم. وكذلك كنتمنى انكم تشتركوا في القناه بالضغط على زر الاشتراك ابوني او سبسكرايب، وفعلوا جرس باش يوصلكم كل ما هو جديد عبر القناه. فيلا بسم الله نبداو على بركه الله بالمقادير وطريقه التحضير. هاد لي دياموند فغادي نحتاجهم على بركه الله. عندي هنايا 250 غرام ديال الزبده بطبيعة الحال حيوانية يعني رابعة. عندي كذلك 125 غرام ديال السكر كلاصي، جوج بيضات. عندي هنا شوية ديال الفاني، 650 غرام ديال الدقيق الأبيض الخاص بالحلويات. وعندي هنا 200 غرام ديال الفواكه الجافة مخلطة ما بين قرقع، نوازيت، كاجو، لوز. وانتم حسب المتوفر عندكم، يعني ماشي ولا بدا تخلطوا هادشي، المهم يكون عندنا 200 غرام ديال لي فروي سيك. ممكن ديروا اللوز وقرقع، ممكن ديروا اللوز ونوازيت، ممكن ديروا يعني ولو يكون غير جوج ديال الانواع. وهما راهم ما غاليينش، يعني تقريبا كتقام 50 غرام من الحاجه. فبالنسبه للكاجو ف 50 غرام يعني كتجي غير بشي 9 دراهم اولا 8 دراهم بحال هكذا، يعني ما غالياش بزاف. فهادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو. وما نساوش طبيعه الحال رشه ديال الملحه، دائما كنضيفوا هكا واحد رشيشه ديال الملحه في جميع الحلويات ديالنا. فندوز على بركه الله طريقه التحضير. اذا في واحد الاناء غادي نخدم الزبده والسكر مع شويه ديال الفاني. كنبقات عندي غير شويه هاد الفاني، راه كتجي معلكه وكيكونوا فيها خلاصه ديال الحبيبات ديال الفاني ولا العود الفاني. وانتم تقدروا تستعملوا فقط الا كانت عندكم غير الفاني بودر اولا ليكيد ممكن كذلك تستعملوها. صافي غادي نخدم انا هاد الزبده مع هاد السكر ونعاودوا نطلقوا. اذا من بعد ما كنخلطوا هذيك الزبده والسكر كلاصي تيصبح على هذا الشكل، كيولي بحال شكل كريمي. غادي نبداو نضيفوا البيض وحده بوحده، غنخلطوا هاد الاولى حتى كتنسجم لينا، عاد غادي نضيفوا الثانيه حتى هي بحال هكا. صافي خلطوها مزيان. وغادي نبداو نضيفو هذاك الدقيق شويه بشويه حتى كنجمعو الخليط ديالنا بهذا الشكل. ما تنعجنوش، فقط برؤوس الاصابع. صافي هكذا كيتجمع لينا كيصبح لنا على هذا الشكل. غادي نضيفوا الان الفواكه الجافه ونمزجوها مع هاد العجينه حتى كتدخل لينا كامله هاد العجين. فمن بعد ما كندخلوا هاد الفواكه الجافه في هاد العجين غادي ندخلوها الثلاجه تقريبا واحد ساعه ديال المكانه، ونعاودوا باش نطلقوها ونحرقلوها مع بعضياتنا ان شاء الله. ولا كانوا بحال هكا طريفات كبار ديال القرقاع ولا ديال شي حاجه نقدروا نقسموها على جوج الا ما بغاش تجمع لينا في العجين. بعد ما كترتاح لينا العجين فعندنا هنايا غادي نحتاجو الابيض بيضه، وعندي هنا 100 غرام ديال السكر البني اولا الكاسونات اللي غادي ندوزو فيه هاد العجين. غناخذ واحد الكميه وغادي نشكل منا، نحاول ندير واحد الحربول غير بشويه لانه راكم عارفين راها عامره بالفواكه الجافه.
والقياس يبقى حسب الرغبة، ممكن نديروه هكذا غليظ، ممكن نديروه يكون صغير، فحسب الرغبة ديالنا. صافي حتى كنحصلوا على هذا الحربول بهذا الشكل، وغادي ندهنوه بابيض البيض. صافي كنوضع هنا واحد ورق طهي باش ما غير باش ما نوسخش الدنيا، و غناخذ هاد ابيض البيض غندهن به العجين ديالي مزيان. وناخذ هذاك السكر البني نوضعو بهذا الشكل. صافي غندور هاد الحربول لهاد الجهه ديال السكر، ثم ندهن الجهه الاخرى بابيض البيض. صافي ونحاول انني نعمر هذاك الحربول ديالنا بالسكر، نزيد واحد الكميه. صافي وغادا نوضعو هنايا في هاد الصحن وغندخلو المجمد حتى كيقبط راسو مزيان، يعني حتى كيكرم باش كيسهل علينا اننا نقطعو. فوالا صافي غنوضعو هنايا بهذا الشكل. غنكمل الكمية اللي عندي اللي باقا عندي ديال العجين ونعاودو نتلاقاو هنا من بعد ما كنخرجو من الكونجيلاتور، تيكون على هذا الشكل. فغادي نبداو نقطعوه، كناخذ واحد السكين اللي تيكون شويه طويل. صافي نبداو نقطعو بهذا الشكل هذا. ملي كيرتاح في الكونجيلاتور فكيسهل علينا الخدمه ديالو. انا شعلت الفران تيسخن على درجه حراره 250. صافي غنوضعو في صفيحة الفرن وندخلو الفران كيطيب من التحت ومن الفوق. ولا كان عندنا الفران فيه حتى الفرفارة من الأحسن نخدموها ونخليه حتى كيتحمر مزيان عاد كنزولوه من الفران. فأنا غادي نكمل على هذا الشكل كيف قلت لكم، غندخلو الفران ونعاودو نتلاقاو إن شاء الله باش نشوفو في الشكل النهائي ديالو. غادي نوضعو الان صفيحة الفرن، نخلي واحد الاسباس بيناتهم لانه شويه كيسيح لانه فيه هذاك الزبده. صافي وغادا ندخلو الفران. وهادو هما لي ديامون ديالنا كيجيو على هذا الشكل، كيجيو من الالد واروع ما يكون. عشي انا راه سطاوني كيسطيوني فعلا، المذاق ديالهم خطير، فكنتمنى انكم تجربوهم. وكيف كتشوفوا راهم كيجيو هائلين في المنظر ديالهم والروعه، روعه جدا جدا. فالى عجبكم لا فيديو خليوا لي لايك وبارطاجيو ما بين الاهل والاصدقاء ديالكم، وكنتمنى ان شاء الله انكم تدعموني بالضغط على زر الاشتراك ابوني او سبسكرايب، وكذلك بتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد عبر القناه. فخليت لكم راحه والى فيديو قادم وصفه قادمه باذن الله.